طبعا نرحب اكيد بالدكتور سامر الجطيلي المتحدث الرسمي لمركز الملك سلمان للاغاثه والاعمال الانسانيه. اهلا بك دكتور. حياك الله وحيك استاذ يوسف وحيك استاذ نرجس. سعيد ان اكون معكم في هذا اليوم، اليوم الوطني 91. هذا اليوم عزيز على انفسنا جميعا. اقدم اسمى ايات التهاني والتبريكات لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، وكذلك لسيدي ولي العهد الامير محمد بن سلمان حفظه الله، وللشعب السعودي العظيم حقيقه في هذه المناسبه التي تعود وتكرر لحقيقه تجسد وتعيد الى الاذهان هذه القصه الملحميه في توحيد هذا البلد العظيم الشامخ الذي يعيش الان القوه والسؤدد بحمد الله عز وجل بفضل حكومه خادم الحرمين الشريفين. طبعا اكيد كل عام وانت بخير. الاعمال الانسانيه والاغاثيه اليوم دكتور سامر يعني ملحوظه على مستوى العالم، اذا ما تكلمنا عن ارقام عن مراكز عالميه تحققها السعوديه اليوم، لكن ما هي ابرز المشاريع التي ستقدمها ايضا يعني هذه الخدمه العظيمه ومن خلال مركز الملك سلمان للاغاثه والاعمال الانسانيه؟ حياكم الله استاذ يوسف مره اخرى، احييكم وحيي المشاهدين الكرام. حياكم الله استاذ نرجس مره اخرى. مركز الملك سلمان تأسس في 13 مايو 2015 ليحمل تلك الرؤية الكريمة التي عبر عنها خادم الحرمين الشريفين عند الافتتاح، أن سيكون هدف هذا المركز وسوف نعمل جاهدين على أن نقدم المساعدات الإنسانية للمحتاجين في أنحاء العالم بعيدا عن أي دوافع غير الدوافع الإنسانية. هذه الملخص الحقيقة اختصر نهج هذا المركز. انطلق هذا المركز ليقدم في بحمد الله عز وجل أعماله في 70 دولة، استطاع أن يقدم حتى الآن 1727 مشروعا بتكلفة إجمالية قاربت من 5.5 مليار دولار. بحمد الله عز وجل حرصنا على قيمة الشراكات واستطعنا أن نصل إلى 144 شريكا حول العالم، شركات من خلال منظمات الأمم المتحدة، المنظمات الدولية التي تعمل في القطاع الإنساني، وكذلك المنظمات المحلية التي نعمل فيها. عملنا في كل قطاعات العمل الإنساني، يمكن أستاذ يوسف تشير إلى هذه القطاعات أو تسأل هذه القطاعات، من أهمها قطاع الأمن الغذائي، قطاع الإيواء، قطاع المياه والإصلاح البيئي، قطاع الصحة، التعليم، الحماية ويدخل تحتها رعاية الأيتام، وكذلك ما يتعلق بالدعم اللوجستي في الحالات الإنسانية والاتصالات في القطاعات الإنسانية. صحيح، يعني أرقام كبيرة مختلفة طبعا. زي ما قلت الدكتور أنت، في من خلال 6 سنوات قامت السعودية أو قام المركز أيضا بمساعدة 70 دولة حول العالم، بس إحنا نبغى نعرف اليوم ما هي المعايير اللي السعودية تقدم فيها الأعمال الإغاثية وأيضا المساعدات. الحقيقة أستاذ نرجس نحن ننطلق من قيم، هذه القيم صنعت هذه المعايير، معايير العمل. أهم قيمة ننطلق منها الحقيقة هي الحياد. نحن نعمل في أي دولة ونقدم المساعدات لكل محتاج بغض النظر عن الدين أو العرق أو اللون أو الجنس أو البلد. لذلك كنا في سبعين دولة على اختلاف الأعراق والأجناس والديانات، وكنا متواجدين بحمد الله عز وجل في أكثر الأماكن أو أشد الأماكن احتياجا. القيمة الثانية الحقيقة والتي صنعت معيار مهم جدا هو الجودة. نحن نسعى أن نقدم المساعدات الإنسانية بجودة عالية جدا، لذلك المنتجات التي تقدم من خلال هذه المساعدات تخضع لمعايير حقيقة مهمة جدا، معايير داخلية ومعايير كذلك دولية تتعلق بالعمل الإنساني. نحن لما انطلقنا في مجال مساعدة الدول في كورونا في الأزمة الأخيرة وصلنا بحمد الله عز وجل إلى 30 دولة فقط لمساعدات كورونا. نعم، ومن المساعدات حتى دول عربية شقيقة وغير الدول الإسلامية. صحيح. وقدمنا 40 مشروع بتكلفة إجمالية 800 مليون دولار. اللافت للنظر هنا لما أرجع إلى معيار الجودة أن هذه المعدات التي قدمت، نعم ركزنا على 3 محاور رئيسة، كل ما يتعلق بالوقاية الشخصية، كل ما يتعلق بتعزيز العناية المركزة في هذه الدول، لأن تعرف الحالات الكورونا للأسف تصل عادة إلى العناية المركزة. ركزنا كذلك على ما يتعلق باللقاحات. قدمنا كأجهزة للعناية المركزة أفضل الأجهزة الموجودة سواء كانت مولدات الأكسجين، أجهزة قياس العلامات الحيوية، مكثفات الأكسجين، كانت من أفضل المعايير الموجودة في العالم. اللقاحات التي قدمناها
أخيرا قدمنا لتونس وقدمنا لماليزيا، كانت من الحقيقة الأفضل اللقاحات الموجودة في السوق. لذلك نحن نحرص على معيار الجودة.